صباح الخير جميعا. انا النهارده ان شاء الله ناوي اخدكم معايا في رحله هتبدا من مليون سنه لغايه النهارده ولغايه اللي جاي بكره. وزي ما بنحضر لكل رحله وكل سفريه ساعات بيحصل فعلا انوماليز، يعني انا شخصيا حصل لي انومالي النهارده او امبارح. محضر كل حاجه ومجهز كل حاجه ومودي كل الهدوم تتظبط وتتجهز وكلام من ده كله. المكواجي مرسي جدا لي قرر يقفل وانا جاي النهارده لابس حاجه مختلفه تماما عن اللي كنت بفكر فيها. That's anomaly, that's the bad one. انما لازم كل رحله بيبقى فيها تحدياتها ولازم نعدي تحدياتها. تعالوا نشوف الكوميونيكيشنز ايفوليوشن، احنا البشر بدانا منين ووصلنا فين ورايحين فين. من مليون سنه الكوميونيكيشن بدا بان احنا بنعمل نار، بداوا الانسان الاول يعني يعمل نار ويستعمل الدخان. بعدها من حوالي 3000 سنه استعملنا فكره الكتابه وفكره الماسنجرز، بقينا بنبعت الماسنجرز. العيب طبعا الوقت الطويل جدا اللي بيضيع ما بين المسج تروح وترجع تاني الرد عليها. من 150 سنه تخصصي اللي انا تخصصت فيه اللي هو التليكوميونيكيشنز بدا يدخل بقوه وبدا يعمل التاثير بتاعه. من 150 سنه بدات التليفونات، وده بقى ادانا فرصه كويسه جدا فور 1-to-1 كوميونيكيشن، بدانا نكلم بعضينا ونعرف نتكلم بسرعه جدا. وفجاه حصل انومالي او هيوج ديفلوبمنت وهو الانترنت. من 30 سنه بدات تظهر الانترنت. الانترنت بصفتي اكبر شويه في السن، احنا وزي ما خالد قال احنا ما كناش محظوظين قوي زيكم دلوقتي والسبيدز الجميله بتاعت دلوقتي. احنا بدانا المزيكا الشهيره دي واحنا بنتصل، التون دي كنا بنستناها بفارغ الصبر. كل الدوشه الجميله دي علشان بس انا لسه مش كونكتد، دلوقتي انا كونكتد علشان اكلمكم 56 كيلو بيتس بير سكند. الواحد فينا زمان على الانترنت لما كنا يا دوبك حد فينا يبعت صوره لحد، يعني كان بيبقى في احتفال ان الصوره وصلت، وعادي جدا ان الكونكشن اللطيفه دي تقطع منك في النص فتبدا تنزل الصوره من اول وجديد. دلوقتي موجود في العالم 1 جيجا بت بير سكند. طلعنا من 56 كيلو بايت الى 1 جيجا بت بير سكند. يعني هديكم اكزامبل بسيط، كلنا بنحب الاتش دي موفيز وبننبسط ويبقى نفسنا نتفرج على كواليتي عاليه جدا. الاتش دي موفي ممكن ياخد مننا 3 4 ثواني عشان تتفرجوا على فيلم كامل يتعملوا داونلود. الكلام ده بيحصل دلوقتي وموجود ولسه التطور بيزيد وبيزيد وبيزيد. عايز اخدكم بقى للكوميونيكيشن زمان والنهارده وبكره والتطور والاختلاف اللي بيحصل في التكنولوجي. زمان كنا بنبقى مبسوطين جدا ان احنا هيومن تو هيومن كوميونيكيشن، وقاعدين قدام بعضينا بنبعت رساله بنتكلم في التليفون، ده كان اقصى طموحاتنا. تطورنا شويه وبدانا نكلم ماشينز والماشينز ترد علينا زي الكسا. للي عارف مين عارف امازون الكسا؟ هايل هايل، الاودينس ده جميل. الكسا زي جوجل هوم زي ابل هوم، كل الديفايسز الجديده دلوقتي اللي بدات تتعامل معانا. طيب ايه قدرات الديفايسز دي؟ ان انا اسالها او ان انا اطلب منها كوماند معين وهي تنفذه. يا الكسا نوري النور، يا الكسا افتحي الباب، جوجل هوم اعمل كذا. ده اقصى حاجه ممكن تحصل. هل ده التطور النهائي او الخلاصه اللي وصلنا لها؟ لا، في حاجه جديده جدا 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 بدات تحصل دلوقتي ولازم كلنا نبدا نستعد لها. بقى في روبوتس والروبوتس ار سيلف ليرنينج، تقدر تاخد معاك ديسكشن. هنا ويل سميث كان بيتكلم مع صوفيا، وفي الديسكشن بتاعتهم كمان ويل سميث حب يهزر معاها طلب منها بوسه.
ورفضت. فالروبوتس ار ليرنينج دلوقتي, التكنولوجي از ميكينج ا هيوج ليب. جيت ريدي فور ذا فيوتشر, فيوتشر از اكشلي هير, الفيوتشر وصل ولسه اللي جاي اقوى بكتير كمان. عايز اكلمكم بقى على السفن نيو وندرز. احنا سمعنا عن عجائب الدنيا السبعه, الاهرامات وسور الصين العظيم والحاجات الثانيه. انا النهارده عايز اكلمكم على السفن نيو وندرز لان العالم قبلهم غير العالم بعدهم. والحمد لله من اللي انا شايفه من الاودينس, الجميل فيكم ان انتم من الجيل اللي هيقدر يوصلنا للان اكسبكتد فيوتشر. كل الافلام اللي احنا شفناها بتاعت خيال علمي انتم اللي هتقدروا توصلونا ليها فعليا, بس يا ريت الحاجات الكويسه بس. نبدا باول واول عجيبه فيهم, الروبوتكس والاوتوميشن. دلوقتي بقى في مصانع توتالي ران باي ماشينز اند روبوتس. بي ام دبليو عامله مصنع جميل جدا جدا جدا, اللي يروح المانيا يقدر يتفرج عليه, وعاملين له تيكتس عشان تدخلوا تتفرجوا. المصنع كله من اوله لاخره از بيور روبوتكس, وانت تقف تتفرج وتاخد سيشنز وتعرف هاو اتس ران, هاو ذا شوز ران. ده موجود. الهيوج تشينج, الانترنت اوف ثينجز. الانترنت اوف ثينجز اللي بدات الاول بحاجه بسيطه جدا الناس فكرت فيها, زي ان احنا ازاي نساعد نفسنا ونساعد نبسط حياتنا. زي مثلا ان انا افتح اتحكم في بيتي, اتحكم في الاضاءات, اتحكم في الدورز, اتحكم في الحاجات البسيطه جدا جدا دي. لكم ان تتخيلوا دلوقتي الانترنت اوف ثينجز دخلت في كل تقريبا حاجة بتحصل في حياتنا. والجميل في الموضوع برضو عشان اطمنكم, مصر مش بعيدة. احنا عندنا دلوقتي شركات كتيرة ستارت ابس مصرية شغالين كويس جدا جدا جدا, وعاملين برودكتس عاملة امباكت جامد في العالم مش في مصر بس. الانترنت اوف ثينجز دلوقتي بدأنا نتكلم فيها في الهومز, في الاوفيسز, في المصانع, في الفارمز, في المية, في الاجريجيشن, كل حاجه اريجيشن, سوري, في كل حاجه. مبقاش في مجال في الطب على فكره كمان جامد جدا, مفيش مجال في حياتنا الانترنت اوف ثينجز مش هتاثر فيه. وده يفتح لنا فرصه كبيره جدا 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 لايا كان تخصصكم. يو كان ميك ان امباكت. كل واحد فينا يقدر يضيف حاجه, لان كل حاجه في حياتنا هتتاثر. كلاود كومبيوتنج, الجيل القديم اللي زي حضر الفلوبي درايفز بسبب زي سرعه الانترنت كده بالظبط, زي ما احنا بالظبط بنتكلم نفس المشكله في الستورج. ما كانش عندنا حاجه نسيفها, البيكتشر كانت بتبقى حاجه كبيره, الفيديو ده كان بيبقى برافو, يعني لو واحد فكر يعمل فيديو يسيف فيديو كلام من ده كله. تطورنا شويه من الفلوبي درايف, دخلنا في الهارد ديسكس. كان ساعتها عندنا اللي عنده الهارد ديسك اللي هو 480 ميجا, ده كان بيتمنظر على كل اصحابه. يعني اقدر اقول لكم يعني فعليا في الكمبيوترات الاولانيه او ما بدانا يعني في الكمبيوترز كان فعلا 480 ميجا, ده كان يعني كان اصحابي بيجوا يتفرجوا, ده تعالى بص ده عنده 480 ميجا, طب حط فيهم ايه؟ وكنا بنبقى مش عارفين هنحط فيهم ايه. التطور اللي دلوقتي بقى موجود والدنيا اتغيرت جدا 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 بسبب الموفيز وكل الانتر اكشنز والفيديوز والابلكيشنز الكتيره جدا, العالم اختلف تماما دلوقتي. وبقى عندنا الكلاود كومبيوتنج, بقينا مش بس بنسيف الانفورميشن بتاعتنا, بقينا كمان بنحط الابلكيشنز عليه, زي مثلا الاوفيس 365 والهوستنجز كلها اللي احنا بنتعامل معاها, كل الكلام ده على الكلاود. ما بقيناش بنشيل هم ان انا معايا الميموري ستيك بتاعتي ولا معايش, ولا معايا الهارد ديسك بتاعي ولا لا, البورتبل هارد ديسك. وحش مهم جدا 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 هيأثر على حياتنا بوزيتيفلي اند سكيرلي نيجاتيفلي كمان. البيج داتا ده ساينس مهم جدا جدا جدا, بيتكلم عن هاو تو يوز الداتا. الداتا دي اللي هي فعليا كل حاجه, ايهاب لابس ايه, بيتحرك ازاي, عينه لونها ايه, شعره لونه ايه, مروه لابسه جوب تلبس جوبات كتير ولا لا, تامر بيلعب كوره ولا لا, بيحب ايه ما بيحبش ايه. احنا دلوقتي بقينا البرودكت, معلوماتنا بقت البرودكت. كل المعلومات دي بتتجمع وبيتعمل لها اناليسز, وهي دي البيج داتا. في يوزجز رائعه للبيج داتا, كاكزامبل مثلا المانيا كسبت كاس العالم ليه؟ عشان استعملوا البيج داتا. بقوا بيراقبوا كل فريق احتمال يقابلوه او هيقابلوه,
بيعملوا اناليسيز على كل لعيب، حارس المرمى بيترمي فين اكتر، بيصد احتمالات ان هو يصد الاجوان او الكور اللي جايه عليه اكتر في اليمين ولا في الشمال، وبيتصرف ازاي. كل لعيب تاني اللي بيشوط ضربه الجزاء بيشوطها في انهي اتجاه. كل الحاجات دي كلها لو عملت لها اناليسيز صح تقدر توصل لمور ادفانسد خلينا نقول كده اكسبكتيشنز، وتقدر تتخيل اللي قدامك هيتصرف ازاي. فيرتشوال رياليتي واوجمانتد رياليتي دي كمان عجيبه من عجائب الدنيا اللي دلوقتي بقت موجوده المهمه جدا. العربيات الجديده دلوقتي بدات ينزل فيها اوجمانتد رياليتي، بدات يبقى فيها شاشات مختلفه في العربيه في اماكن مختلفه، بدات توري لك ممكن اللي الكاميرات بتاعت العربيه شايفاه، بحيث انك تعرف تشوف مساحه اكبر تتفادى اي مشاكل اكبر. بلوك تشين والبيتكوين، مين سمع عن البيتكوين؟ ممتازين ما شاء الله ممتاز. البيتكوين اشهر ابلكيشن للبلوك تشين. هاويفر علشان بس نوسع السكوب شويه، البلوك تشين بتغطي كل حاجه. يعني بمنتهى البساطه هديكم اكزامبل ميديكال. تخيلوا احنا دلوقتي بنروح عند اي دكتور او عند اي مستشفى، معلوماتنا بتاعه الدكتور دوت، الكشف دوت او التشخيص بتاعه بتبقى موجوده عند الدكتور ده بس. بالبلوك تشين لو اتنفذت مثلا في قطاع الصحه مثلا في مصر، هيبقى انت لما تروح لاي دكتور او اي مستشفى الدكتور ده يقدر يفتح كل الميديكال هيستوري بتاعك ويقدر يشوفه، بحيث ان هو يديك تشخيص احسن بكتير. التكنولوجي از امباكتنج اس بيج تايم فور ذا بوزيتيف اند فور ذا نيجاتيف. طبعا في نيجاتيف امباكت. الارتفيشال انتليجنس، البعبع الجديد الحلو قوي والوحش قوي. حلو قوي علشان بيسهل حاجات كتير جدا في الاندستريز و و و الخطوره، زي ما شفنا الالون ماسك لما حصل النقاش بتاعه مع مارك زوكربيرج والنقاش الاخلاقي حوالين احنا هنوصل لفين في الارتفيشال انتليجنس، وهل هيجي الوقت اللي الروبوتس هتستغنى عننا ولا لا. افلام الرعب ممكن تحصل فعلا. طيب السؤال اللي دايما بتساله من الطلبه في الجامعه خصوصا، يعني طب انا دلوقتي تخصص معين انا هعمل ايه؟ الموضوع بسيط قوي 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 قوي. keep on learning يا جماعه، ما حدش يضيع وقته. السوشيال ميديا ظريفه، الفن از نايس، بس ايفن ليرنينج از فيري نايس. ميزه جدا 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 في الجيل ده ان انتوا بقى عندكم سورسز كتير جدا، ادكس، يوديمي، كورسيرا، كل الحاجات دي ببلاش، وفي غيرها كتير، في دي اي واي، دو ات يور سيلف، ليرن ات يور سيلف على اليوتيوب، في فيديوز رهيبه على كل حاجه في الدنيا. اشتغلوا، جربوا اللي بتعملوه، حاجات زي فايفر، حاجات زي فريلانسر سايتس ممكن تجرب نفسك فيها، انك تاخد اكتيفيتي وتعملها فور $5، دي يوجوالي البرايس از $5. فريلانسر انت بتكوت الحاجه اللي انت عايز تعملها حسب انت مقدر مجهودك ازاي. ليرن اجين يا جماعه، مش معنى ان انت دخلت او دخلتي تخصص معين ان هو ده حياتك، لا خالص. انا شخصيا شركتي شغاله في مجال الاي او تي، مع ان انا تخصص كوميونيكيشنز وكنت طول عمري في مجال الكوميونيكيشنز. قبل ما اقول لكم ثانك يو، في حاجه مهمه قوي 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 ارجوكم. في ناس كتيره جدا هتحاول تحبطكم، في ناس كتيره جدا هتقول لك ايه الفكره الهبله دي، ايه الفكره الخيبانه دي، مالكوش دعوه وكملوا. ولما تكملوا في حاجه لازم تفتكروا حاجه مهمه جدا، بليز ريممبر، احنا مش شجره. ما تروحش شغلانه وشركه معينه، او تروحي شغلانه وشركه معينه وتستقر فيها وتقول خلاص انا بقيت هو ده وخلصت على كده. ليرن ليرن ليرن. ودلوقتي جه وقت ان انا اقول فعلا ثانك يو.